بسم الله الرحمن الرحيم. أختك في الله دعاء فؤاد صديق هاشم زوجة المعتقل فؤاد محمود زغلول. عندي من الأولاد 4 أولاد، الأكبر عنده 18 سنة فوق كلية شريعة وقانون، وعندي بنتي عندها في تانية ثانوي اسمها سندس فؤاد محمود زغلول، وعندي مهند فؤاد محمود زغلول، وعندي يوسف عنده 6 سنين وهو في أولى ابتدائي. زوجي اعتقل يوم 29/8/2013. هو كان أمين حزب الحرية والعدالة وموجه بالأزهر. كان راجل خير جدا، كان مقايم الناس كلها، يعني ما كانش صلاة الفجر دي يسيبها، حتى لو كان راجع من شغله بعد أمانة الحزب الساعة 2 3 الصبح ما كانش سايب بفرض الله سبحانه وتعالى، وعلى طول في المسجد، وهو كان أصلا إمام وخطيب. وطبعا بعد الاعتقال طبعا الإمامة دي اتشالت طبعا. هو طبعا كان طبعا قايم في مطروح كلها من ساعة ما مسك أمانة الحزب، إن هو طبعا كان بيشوف المشاكل بتاعت الناس كلها، مشكلة المية في مطروح، كان في عندنا مشكلة الملح في سيوة، هو اللي ساعة وخلصها وخلى للناس لسيوة ديت ليها مكانة في وسط الناس، ما كانش حد يعرف عن سيوة أي حاجة خالص، هو اللي خلى وهو اللي مشي في الإجراءات بتاعتها وخلصها. وبرضه كان نسبة المعارض عندنا هنا في مطروح، كان احنا بنعمل طبعا معارض للأيتام، كان كل سنة في شهر 4 عامة بنعمل معرض للأيتام، وكان بيتوافد علينا ناس كتيرة جدا من جميع الناس، مش لازم فئة بسيطة، لا كان في ناس من ناس بيشتغلوا وكل حاجة، وكانوا بييجوا ياخدوا من عندنا حاجة، وكانوا برضو بيتبرعوا للجمعيات الخيرية ديت، في ناس منها كانت بتتبرع. برضو هو ما كانش بيسيب أي حد محتاج إلا كان بيساعده. برضو كان في ناس هنا في مطروح بيبقى محتاجة عمليات، كان بيرفق الأوراق بتاعتهم للإسكندرية، لناس في إسكندرية، دكاترة في إسكندرية، وناس معينين الواحد برضو أعرفهم شخصيا اتعمل لهم عمليات بمبالغ كبيرة جدا في إسكندرية، وشافهم الحمد لله، ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. يعني أنا اسمي سندس فؤاد محمود زغلول، طالبة بالثانوية الأزهرية، عندي 16 سنة. أنا والدي اعتقلوه يوم 29/8/2013. ساعتها كان خارج من الشغل، كان خارج من الشغل ورايح عند عمتي. نطوا عليه بطريقة يعني عادية، يعني ما اعتقدش، ما غير أدمية، عادي كأنه واحد هربان من السجن، كأنه قتل، سجن، حرق، يعني تحس ان هما داخلين مش على بني آدم. دخلوا عندهم، والدي ساعتها كان ساعة أذان الظهر، فوالدي ما كانش لسه صلى، فطبعا هما كان أي نعم في منهم ناس كتير محترمة، فوالدي استأذنهم ان هما يصلوا، ان هو يصلي الظهر ويمشي معاهم، سمحوا له ان هو دخل اتوضى وصلى، واخدوه، كان واقفين قدام الباب بمدرعات والامن المركزي والعربيات اللي هي الكبيره قوي بتاعه الشرطه دي، ووالدي كان واخدينه في عربيه مصفحه اللي هي المدرعه، خدوه ودوه على مديريه الامن هنا في مطروح، قعدوا يحققوا معاه. بعد طبعا اليوم ده احنا ما زرناهوش ولا كنا نعرف عنه اي حاجه. وهو بالنسبة للناس كلها محبوب، حتى في عمله محبوب جدا، حتى في الحي اللي احنا قاعدين فيه الناس، حتى يعني بيقول يعني يعني اللي جنبنا في الشارع بيقولوا احنا كنا بنصحى على صلاة الفجر من قراية القرآن، وهو ده فعلا كان على اساس ان انا ولادي خريجين ازهر، ولادي كلهم في الازهر، كان طبعا الصبح ده ورد يومي، حفظ قرآن وتسميع ماضي. طبعا ده بعد ما اعتقل الموضوع ده اثر جامد فينا، طبعا كان هو اللي بيبقى الصبح ده معاهم، يقعد يسمع لهم القران ويدي لهم جديد ورد جديد وكده. دلوقتي طبعا الموضوع ده مفيش، ليه؟ من اثر الظروف اللي احنا فيها،
والوقت رحنا زرناه، بس زرناه كان طبعا عن طريق احنا بنقف ورا باب حديد، هو بيبقى جوه واحنا بينا وبينه باب حديد طبعا، وطبعا بقى بيبقوا واقفين 5 6 حواليه واقفين، ما بتعرفش تاخد اي كلام معاه، ان انت تقعد تتحاور معاه او تتكلم معاه، لا ما بتعرفش، يا دوبك بس الاولاد عاملين ايه، انتوا اخباركم ايه، ظروفكم ايه، انا كويس، احنا صامدين لحد الاخر وبمشيئة الله، احنا صامدين لحد اخر قطرة في دمنا بمشيئة الله لحد ما الشرعية تقوم ان شاء الله. كان اول زيارة طبعا كان ما كانش موقف حلو قوي، ان انتي واقفة وسط ضباط وواقفة مستنية والدك، وطبعا ده يقول لك كلمة وده يعمل كلمة، حتى حسبي الله ونعم الوكيل كانت بتقهرهم، ما حد فينا كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، والضابط كان يسمعها كان يقهرهم قوي كلمة حسبي الله، انتي بتحاسبيني علينا، احنا عملنا لك ايه عشان تحاسبيني علينا؟ بس طبعا كل ظالم عارف ان هو اذا كان ظلم فالكلمه دي هتاثر فيه، لو ما كانش ظلم فالكلمه مش هتاثر فيه، هو ياخدها عادي. التهم الموجهه ليه، اول تهمه موجهه ليه ان هو امين حزب الحريه والعداله بمطروح، دي اول تهمه. بعد كده بقى حرق المحكمه، حرق فرق الامن، طبعا اثاره الشغب بمطروح، فيه تهم كتيره جدا طبعا، يمكن حوالي 13 تهمة من سبق إليه للشيخ، يعني هو أكتر من كده يعني. طبعا إثارة الشغب، انتماء لجماعة، هي الأول كانت محظورة دلوقتي الانتماء لجماعة إرهابية، حاجات كتيرة بس ده اللي أنا فاكراه يعني. بالنسبة للزيارة بقى بتاعتنا، احنا طبعا موجودين في مطروح، طبعا بنقوم بيبقى اليوم كله طبعا شغل، احنا قبلها بنعد بقى اللي احنا رايحين زيارة زوجي، بنقوم من الساعة حوالي ما بننامش، يعتبر ان احنا ما بننامش خالص، طبعا العربية بتجينا الساعة حوالي 5 الصبح، بنمشي من هنا بنوصل حوالي على، طبعا بنقابل كماين والكلام اللي حضرتك عارفه ده، بنوصل على هناك على برج العرب، هم مسجونين في الغربانيات، بنوصل هناك على حوالي الساعة 9 الصبح، طبعا اول ما بنخش طبعا تفتيش، بنقف طابور طويل عريض الاول خالص من على الباب البوابه خالص، على طبعا يشوفوا البطايق بتاعتنا، ادي اول هام، وتاني هام بيدخلوا الشنط بتاعتنا على سير، وبعدين بنخش بقى، اول ما بنخش هناك بنروح حاطين شنطنا في اي مكان هناك، وبعدين بنروح بنقف برضه طابور طويل عريض على ما بنأيد اسمائنا، طبعا انا بأيد اسمي، انا زوجه واحده بأيد اسمي، حتى هم دلوقتي ما بيأيدوش اخواته ساعات بيبقوا معايا ما بيردوش يأيدوا اسمائهم، طب ليه يا جماعه؟ يقول لك لا هو هيخش بالبطاقه، يعني احنا هندخله عن طريق البطاقه، اما هو اسم واحد بس اللي مقيد معانا، وطبعا زيارتنا بتبقى اسبوعيه، ما اقدرش اروح قبل الاسبوع ما ينتهي، لو الاسبوع قبله انتهى ما يبقاش ليا زياره. طبعا بنخش بقى ايه، بنقعد بقى طبعا نجي قول بناخد ساعه او ساعه وشويه على ما بنأيد الاسم، طبعا بقى بنقعد بقى نقول من الساعة 10 الصبح، بنقعد بقى في حتة يعني ما تلقش البشر، الحتة اللي احنا بنقعد عليها يعني تهيألي بيجيبوا كمية الزبالة ويروحوا رامينها في الأرض علشان نقعد عليها، ما زبالة ومية وكل ما تتخيلوه بنلاقيه، طبعا بنستحمل ده كله علشان احنا طبعا لله سبحانه وتعالى بنستحمل ده كله. طبعا بنقعد بقى، طبعا الجنائي بيخش الأول، الاعدام بيخش الاول، التحقيق برضو بتاع الجنائيين بيخش الاول، كل الدنيا تخش الاول، احنا بنستنى لاخر ناس وبعد كده بنخش. طبعا ان احنا ما بنخش بقى طبعا بيدوخوا بساعة حوالي الساعة 4 كده، احنا بنخش حوالي الساعة 4، شوف بتبقى فترة بقى، بتبقى اقول من الساعة 10 الصبح وانت قاعد بقى في البرد والشتاء والحاجات دي كلها، في حتة ما فيش سقف عليك، حتى تقعد من الساعة 4، من الساعة 9 الصبح أو من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 4، ويا ريت ده بيبقى عاجبهم، لأ ده ساعات يبقى في، طبعا هينادوا علينا الأسماء علشان نخش يعني، فرضا في مرة لأنهم احنا مشونا شارع طويل عريض، وبعد ما مشيناه يقول لك مناظركم كده مش عاجبني، يعمل لنا كده مناظركم مش عاجباني، لأ تعالوا لي في الناحية التانية، تاخد شنطك دي كلها وتروح الناحية التانية علشان مناظرنا مش عاجباه. بعد كده طبعا ينادي على الاسماء، نخش الايه حاجه تفتيش الايه الاكل، طبعا بنشوف
البشر ما يشوفوش، على اساس ان انت تفتيش الاكل ده. طبعا بيبقى معاه مطوه، نبقى الطابور برضو واقفينه معاه مطوه كده، المطوه دي يقعد يعمل فيها في الاكل، يغمس فيها في الاكل، ما بتفرقش بقى معاه اكل طبيخ، رز، فاكهه، اي حاجه، لازم المطوه اللي في ايده ديت يقعد يعملها في جميع الاكل. ومش لوحدي، المطوه ديت بتبقى ماشيه مع الناس كلها، مع الناس كلها. ممكن يجيب حته كيسه من الارض، مسح المطوه بالكيسه ديت وحطتها في الاكل التاني، ما بيهموش اي حاجه. وما نقدرش ان احنا نتكلم، لو اتكلمنا بناخد تهزيق. يعني ابسط امور الزياره اللي فاتت ديت، قعد لنا امتى بقى هتغوروا من وشنا، امتى هتمشوا، باسلوب اهانه جامد جدا. واحنا ده كله بنستحمله لله عز وجل، في الاول وفي الاخر بنستحمله لله. طبعا احنا بنسيب الاكل بقى، خلاص بنسيب الاكل، طبعا في جزء كبير هما بياخدوه، ما بنعرفهاش الا بعدها بالزياره اللي بعدها. بنسيب الاكل وبعد كده بنخش احنا بقى بنتفتش تفتيش ذاتي. طبعا بعد ما بنتفتش كلنا بنخش بقى القاعه اللي احنا هنشوف فيها الايه الاخوه جوه. طبعا لما بنخش القاعه دي بتبقى زحمه جدا، طبعا بيبقى كلها موجود ضباط وعساكر، وطبعا ما بتاخدش برضو راحتك ان انت تعرف تتكلم مع زوجك شويه. او ليه ساعات ما تبقى واقف بينك وبينه كده، تلاقي واحد نطط لك في قلب النص واقف جنبك، مش من الناس الزوار اللي معانا، لا شكلهم ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عارفهم، عارفينهم كده، تلاقي ايه واقف جنبنا. طبعا بالذوق نكلمه كلمتين، الشيخ عندي الحاج يكلمه كلمتين ولا حاجه يمشي يسيبنا عشان نعرف ناخد راحتنا في الكلام. والزياره ما بتتجاوزش نص ساعه في الاول خالص، يعني يدوبك 10 دقائق. يعني في الاول خالص اول ما راحوا كانت 10 دقائق، اما دلوقتي بقت ساعه، نص ساعه، ساعات، ساعه الا ربع. هو الروح المعنويه بتاعتهم مرتفعه جدا، وهم على يقين بالله سبحانه وتعالى ان الحاجه اللي موجوده، الانقلاب ده هيزول، الانقلاب ده هيزول، بس ناقص له وقت. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هيمحص الطيب من الخبيث في الوقت اللي احنا فيه علشان يبان الحق، عشان في ناس لسه كتيره مغيبه، في ناس كتيره لسه مغيبه لحد هذه الساعه اللي احنا فيها. حتى في شغلنا، في الشغل اللي انا فيه، ناس كتيره جدا مغيبه. يقولوا لي ابسط الامور، ليه المظاهرات دي موجوده دلوقتي؟ خلاص بقى، خلاص ارسوا مع اردوا يعني زي ما بيقولوا ايه، ارضوا بالامر اللي انتوا فيه وخلاص. طب ازاي نرضى وزوجي جوه وممكن في حين من يعني بعد فتره الاقيهم جايين واخدين ابني؟ يعني ازاي نسكت على الوضع ده؟ لا، هو اول الزياره، اول ما بيسالني في الزياره طبعا قبل ما يسالني على اولادي، هو متيقن الحمد لله ان هم في ايد امينه. اول حاجه يقول لي الناس عامله ايه بره، ده اول حاجه سؤال، الناس عامله ايه بره، اخبار المظاهرات ايه بره، اخبار الناس سكتم وقعدوا ولا لسه في ناس بتتجدد وبتطلع وبتروح وكده، ده اول سؤال يسالوه لي. طبعا انا بجاوبه طبعا الناس لسه بتطلع، والناس مش بتسكت، الناس دلوقتي بدات تزداد، ما بقتش يعني ما بقوش 5 6، لا ده بقوا في ازدياد. ليه؟ كل بيت دلوقتي في مصر يا هتلاقي يا شهيد فيه، يا معتقل، يا لسه عاوزين ياخدوه، يعني ما بقى يعني خلاص الناس فاقت. بس في لسه اقليه، في ناس لسه اقليه، بس ربنا سبحانه وتعالى هيفوقهم. زوجي ما اخطاش، انا زوجي من يوم ما دخل جماعه الاخوان المسلمين وهو على حق وعلى يقين بالله سبحانه وتعالى ان الناس دول على حق. انا زوجي قبل كده على فكره كان معتقل في 2007 2008، كان متاخد حوالي 3 شهور ونص، متاخد حوالي 3 شهور ونص. التهمه اللي كانت منسوبه اليه ان هو انتمائه لجماعه محظوره، وايامها برضو شفنا المرار برضو، بس مش بنفس الاسلوب اللي احنا شايفينه دلوقتي. يعني 2008 ما كناش بنشوف المرار الزيارات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. انا بروح لوالدي زياره كل يوم سبت في برج العرب، قبل كده كنت بروح له هنا في القسم، بس بعد ما اترحل بقيت اروح له كل يوم سبت في برج العرب. طبعا انا عشان دراستي عندنا في الازهر كل يوم سبت، فما بروحش سبت قوي، يعني بعدي سبتين ثلاثه واروح.
اول زياره في برج العرب كنا رايحين، يعني والدي كان طبعا طول عمري عارفاه الرجل الصامد اللي على طول مبتسم، مهما كان فيه من ابتلاء كان على طول بيبقى مبتسم وبيضحك، عمره ما بين لاي حد الم او اي حاجه. اول ما دخلت عليه طبعا حضنته، وطبعا قعد يسالني اخبار الدراسه عامله ايه، انا عارفك صابره وصامده، اخبار مظاهرات بره ايه، احوال الناس عامله ايه بره، الناس خلاص قعدت نسيتني، نسيت الظلم وقالت تقعد في البيت احسن، ولا لسه حست بالظلم اكتر فعايزه تنزل وتقول لا وترجع حق اللي مات دول وحق الناس اللي اعتقلت من غير ظلم بظلم وقهر والحاجات دي كلها. والدي اول ما اتاخد كان عبارة عن راجل أنا عمري ما شفت زيه، كان طبعا معلمني أنا وأخواتي الصمود من صغرنا، من صغرنا هو معلمنا الصمود. أي نعم بعاد عننا أثر عننا، بس إدانا صمود أكتر، خلانا نحس قد إيه هو مظلوم، خلانا نحس قد إيه في ظلم في البلد ولازم يتغير. بيحضرني أول حاجة وبيقول لي أخبارك إيه في الامتحانات، بقول له نجحت، وبيقول لي اخبار المسيرات بره عامله ايه، وبيقول لي اخبار ايه ولاد عمك كلهم عاملين ايه، بقول له كويسين. العسكري قال لي قول تسلم الايدي، وقلت له لا تسلم الايدي اخوان بلاتي. احب اقول لزوجي ان انت تكون صامد وعندك ثبات، لانك عندك يقين بالله سبحانه وتعالى ان انت على حق، واحنا وراك وولادك كلهم وراك من الكبير للصغير، واحنا صامدين لله سبحانه وتعالى، وعندنا يقين ان الانقلاب ده مش هيستمر، واذا طال هيبقى ليه حتى اولادنا. لو هو حضرتك لسه لحد هتخليك في المعتقل بتاعك وهم موجودين في الانقلاب ده، ورانا اولادنا هم اللي هيسمدوا ورانا، وهم اللي هيدافعوا عن الشرعية، وهم اللي هيدافعوا عن مصر، علشان مصر دي ذكرت في القرآن، مش أي بلد ذكرت في القرآن أكتر من مصر. وأنا بقول له كمان، بقول لزوجي إن أنت سايب وراك رجالة، إذا كان في بيتك أو أولادك اللي أنت درست لهم، هم بيسلموا عليك كتير جدا جدا، والناس اللي كان بيحبوك في الله بيسألوا عليك كتير جدا، وهما بيقولوا لك ان انت على حق، واحنا وراك لحد اخر قطر الدم في صدورنا. احب اقول لبابا في المحنة اللي هو فيها، وراءك رجال، وراءك رجال، واذا كانت الظلم ساعة فآية الحق الى قيام الساعة. حتى لو فضلوا معتقلين بابا سنة سنتين تلاتة اربعة عشرة، هنفضل صامدين وراه لان عارفين ان هو على الحق، هنكمل وراه عن الحق. اقول لاعتقل زوجي، اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وان شاء الله هاخد حقي منك يوم القيامه، بحق بهدله بيتي، وحق ان انت اهلكت عرض هدومي وهدوم ولادي وهدوم بنتي، وحق الفلوس اللي انتوا اخدتوها من بيتي دي كلها انا هاخدها منكم يوم القيامة. بالنسبة للي اعتقل والدي، انا مش هقول اي حاجة، مهما دعيت فما فيش دعوة هتنصفني غير حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم، مش هقول ربنا ياخدهم والكلام ده، لا، ربنا يهديهم ويعرفوا ان الحق، لان لما ربنا يهديهم هيتعذبوا اكتر، هيعرفوا ان هم ظلموا ناس كتير، هيحسوا بظلم الناس دي كلها، ربنا هيهديهم فهيعرفوا ان الحق، هيتوبوا لربنا، وهنكون احنا كسبنا ثوابهم كمان. فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. قال لهم حسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله هاخد حق ابويا، وهاخد كل حاجه اللي سرقوها. بالنسبه للحاله الماديه، طبعا تاثرت جامد. طبعا الحاج كان هو، انا طبعا موظفه، بس انا لسه متعينه جديد،
شغلي برضو على قدي لسه برضو. طبعا انا عندي 4 اولاد ومن ضمنهم جامعه ومن ضمنهم ثانويه عامه. طبعا اتاثرت جامد، الحاله الماديه عندي اتاثرت جامد، بس الحمد لله فضل الله عز وجل. ان شاء الله انا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى ان الحاجه ديت مش هتدوم. وانا وولادي الحمد لله فضل الله برضو عارفين ان احنا على حق، وبنتعامل باللي ربنا قسمهم لنا دلوقتي، يعني مقضيين نفسنا بيه. بس طبعا الحاله الماديه طبعا نقصت عن الاول كتير. يعني انا كنت كاتبه لوالدي شعر اتمنى ان يسمعه بعد ما يخرج. فين الحريه وفين الامل اما تقتل الثوار ولا اما تعتقل النساء؟ هي دي الحريه في نظرك؟ هو ده عدلك في شعبك؟ ربنا احسن مني ومنك، هيرجع حق اللي مات واتسجن. العذاب بقى على كل لون والحريه بقت تهون، والصبي بقى يهتف ويقول رجعوا ابويا اللي راح. نفسي اروح الاقي امي، الاقي اخويا اللي مات، الاقي الدنيا ماشيه عادي، كل عايش بوئام. لكن انت يا سيسي دمرت حلم اللي كان اعيش في وطن كله امان. اعتقلت والدي وخدت زور وافتكرت ان انا مش هصور، لكن اللي ما تعرفوش اني مش هسكت وهصور، وهرجع حق ابويا اللي راح. مهما تقتل مهما تسجن فانا مش هخاف، وهفضل اهتف واقول يسقط يسقط حكم العسكر. هو كان على طول يصحينا الفجر يسمع علينا القرآن ونحفظ جديد، وده كله كان منظم لنا وقتنا، يعني كان بالساعة وبالدقيقة. يعني الساعة 7 الساعة 5 هنصحى نصلي ونقرأ قرآن، ننام نصحى الساعة كذا. فده الصراحة الحاجات دي افتقدتها قوي. اي نعم انا بحاول انظم وقتي على قد ما اقدر، بس بعده عني بيخليني احس ان انا مش قادره، صامده من وراه مكمله. بس والدي ليه حاجات محدش يقدر يعملها غيره.